ومن أهم المهرجانات خصوصا وأنه يشتغل على موضوع المرأة، ولو لابد أن نثمن الدور الذي قامت به المرأة المغربية في تطوير السينما، تطوير الصناعة السينمائية، وكذلك في تعزيز المشهد السينمائي البصري ببلادنا. اليوم هناك الدورة 13، هناك اختيار موضوع له أهميته له راهنيته يتعلق بثقافة المساواة، وأعتقد أننا لابد أن نستحضر دستور المملكة الذي رسخ لهذه المكتسبات خصوصا فيما يتعلق بثقافة المساواة. وطبعا هناك نقاش مهم، وأعتقد بأن المهرجان سيخرج بمجموعة من المقاربات، خصوصا أن وزارة الثقافة تشتغل على هذا الموضوع ولديها مقاربة تشاركية مع العديد من الفاعلين، خصوصا الفاعلين في مجال السينما. ولابد أن نعتز بالسينما المغربية وبالدينامية التي تعيشها السينما المغربية، وكذلك يعيشها المشهد السينمائي المغربي خصوصا. طبعا انا بيسعدني النهارده ان انا اشارك في مهرجان سارة لسينما المرأة. طبعا هو مهرجان مهم جدا لانه بيتناول قضايا المرأة من كل الزوايا، سواء من ناحية الاخراج ويتناول قضايا المرأة، يعني المرأة المخرجة، المرأة المؤلفة. هو موضوع مهم جدا انه بيبرز قضايا المرأة في الوطن العربي وعموما في العالم كله. احنا عندنا مهرجان اسوان لسينما المرأة، هناك تعاون كبير بين المهرجانين. بيسعدني دايما لانه دايما بيبقى في حضور مصري في هذا المهرجان، سواء على مستوى الفنانين او الصحفيين او النقاد، وبتمنى له النجاح. طبعا اتمنى المهرجان النجاح. مهرجان فيلم المرأة رسالة هو من المهرجانات القوية واللي بدات كتفرض راسها على المستوى الوطني وايضا على المستوى الدولي. سنة عن سنة كيتطور المستوى، وسنة عن سنة ايضا تتعمق النقاش حول السينما، وايضا كيتقوى الحضور وكيتنوع ديال العديد من الفنانين والعديد من التجارب اللي كتجمعهم القضايا ديال المرأة من ناحية الإبداع. وهذا شيء مهم، ولات هذا المهرجان يعني علامة وأيقونة ورمز يعني لا مادي من رموز مدينة سلا. في الحقيقة أنا كنشكر جمعية أبير قراق على هذه المبادرة الطيبة، وإن شاء الله يكون من ضمن المهرجانات العالمية. فشكرا جزيلا لجمعية أبير قراق على هذه التظاهرة اللي كتنعش بها مثقفين مدينة سلا. أنا فرحانة بزاف بالتواجد ديالي في هذا المهرجان، ثاني مرة كنحضر ليه، وهو في مهرجان زويب تيقدر المرأة المغربية، وأنا فرحانة بزاف كممثلة حاضرة لي، وفرحانة فرحانة فرحانة بزاف.